أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سمعني وارحمني. يلا سيدي كل شيء واجد على بركة الله. نبدأ الحلقة النموذجية من هذا البرنامج، ولكن وسط التصوير المرضى النفسيين ديال جار ومجرور غادي نحماقوا على السي بناني. تنفضل نقدم لك انيسه مريم. قالوا علاش لا بيان سور انيسه مريم مرحبا. اكزاكتومون اش كتحسي مع مريم؟ انا عندي الثقه في راسي وكنت كنغني مزيان. ها انت سمع انا ويشو اينو ويلي وانت علي 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 بشويه ولا هذه مستعصيات وما عطيتهمش اليوم لا بيكور سي بو سا. شفنا اذا مريم غادي نشوفوا الحاله ديال هذا السيد. هذا واحد كان واحد من العمال ديالنا المغاربه في ليبيا. وكان تيظن هو بانه جمع شي فلوس وكان جمعهم وبدلهم حيت ما خلاهمش يديروا يخرجوه الفلوس ديالو. دارهم قال لك شرا شي ديامون وداروه في الطالون ديال الصباط ديالو. كنسمعوا في هذا البرنامج سمعني ورحمني سي عبد الرحيم، بغيتي تقول شي كلمه؟ باش كتحس عبد الرحيم؟ انا من صغري وانا كنلبس الصباط. وعزيز عليا الصباط، وما حدك الصباط كيكبر وحتى انا كنكبر معاه. تلاقيت مع واحد صاحبي قال لي يلاه تصليو، مشي صليت ما لقيتو لا هو لا الصباط. 10 سنين ديال الخدمه مشات ومن داك النار وانا كنقلب عليه. مشي صباطي انا وحطيت فيها الديموند عمرته مزيان. شدو ولكن عبد الرحيم هذا عبد الرحيم. اذا اعزائي المشاهدين غادي نمشيو للحاله الثالثه اللي هو سي علي. فين ضربوك سي علي؟ فين ضربوك؟ هنا في راسي. دابا ما بقاش لي مره الحمد لله بخير. دابا بريتي منا؟ لا دابا الحمد لله. الحمد لله صافي. هيا لاباري فوتو قلت لك صور اللي بغيتي. دابا مع النوميريك يعني 1000 صوره 2000 صوره كلشي ديالك. دكتور شويه النظام الله يخليك. شويه النظام راه ما تقدرش تاخذ النظام مزيانه عاليه. تخليتي لي الصوره مزيانه بارك الله. غادي دكتور غادي نمشيو للحاله الرابعه الله يخليك، لان احنا دائما في اثير البرنامج. الانسه سميره كانت ساعات تزوج في ليله الزفاف ديالها. كان وقع الرجل عبد الرحيم رجع بمكان تيقولوا بانه شي حادثه سياره وكان توفى فيها، وهي تظن بانه مازال عايشي عندها. هذه سنتين وكل ليله تلبسوها شي كسوه، ملي تتقدم الكسوه تيجيبوا لها كسوه حتى هذه الكسوه صغارت عليها. طولنا شويه للناس اللي كيشاهدوا. سميره كيفاش كتحسي براسك؟ وحدي ما لقيتش راجل ما عمرني ما نتسنى. بغيتي راجل؟ بغيت راجل. وهذه فرصه، هذه هما المشاهدين كيشوفوك. طلبي راجلك وطلبوا الله كل الخير والبركه كل شي حاجه للمشاهدين الكرام كلهم. دابا عند بالك انت راسك ما كاينش؟ بغيت شي واحد زعما شينوي قالوا لي عنده فلوس بزاف. وني دغيا كيتبيريماو ديال شينوا. الشينوا دغيا كيتبيريماو. بصح انت دابا مغربيه خصك مغربي بحالك. لا لا فكرت في اوروبي. اييه كان قالوا لي مع هاد الازمه الاقتصاديه وداكشي اللي عندهم ما صالحش لي. يجينا مكحط اش ندير به؟ ما عندك ما ديري به. ايوا راك بعقلك تبارك الله عليك. فكرت شويه تبارك الله. ثاني بغيت ناخذ شي واحد يكون من الدول العربيه ولا يكون ثري. عاوتاني شتي الحرب نايضه على الدم شايجيك مقطعوا عليه شي رجال ولا شي ما عادي من دير بيه. عاد سمح لي واحد الدقيقه، جاتني واحد الحاله مستعجله راه تنشوفها لهي. انا اسمح لي. لا خليك معنا دكتور الله يخليك. لا 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 انا جاي توت سويت شدو شدو اصاحبي. واش ما جبتلكش؟ لا زوينه علينا بزاف زوينه. ريح يا دكتور.
ريح انا راح نعطيك صباطي 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 صباطي. لا حول ولا قوة الا بالله صاحبي. وين الفردة الأخرى؟ غنشوف كيفاش خدامين حنا كاع عاد الصباط. ريح ريح. غنشوف الفردة الأخرى. أجي ولادي أجي ولادي راح علي. أجي راح يصطفى. كمو كاع صاحبي كاع. أجي أجي ولدي لا 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 أجي ولدي أجي أجي. لا 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 الله يرضي عليك الله. أيوا يا صاحبي. أجي خلينا مع الحماق هنا صاحبي. واجهتني واحد الحالة مستعجلة خويا انتحار. علاش ما خليتوش هما بلاصتكم؟ كل واحد يرجع بلاصتو. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحشمونا بحال هكا واش كنتو كاميرا؟ جاتني واحد الحالة انتحارية. لا حول ولا قوة. الحقيقة باش راكتي معنا في البرنامج ولا في والو شاركتي معنا في الكاميرا الخفية. كيف عيب دعدو على الصداع؟ الصيد وانا والحماق وين نفهم؟ انا والحماق زين كنت قلبي على العروس انا غنجوز بكم جوج يلا شرعت انا جوج يلا سيدي ما كاينش مشكل. هو الصباط راه لا دابا على ذكر الصباط راه مصبطوني قبل ما يحيدوا لي الصباط. ها هو سيدي ها مرجل ها هي انا قالوا لي يعني سمعني ورحمني قلت هذا رحمه الله هذه حنا غنشاركوا في هذا البرنامج في الخيريه وفي الاحسان فوالا سي اي بي اون ماديك سيتي اون ايميسيون زيرو دونك سي ليميسيون بيلوت مي يعني برنامج كحلقه اولى نموذجيه نموذجيه هادشي اللي قالوا لي فوالا دونك انا جيت على نيا صاحبي صيدتوني وصيدتوني ولا هو كيطلب الرحمه ولا هو كيطلب الرحمه هي كانت كتقلب على لامسور وانا طيحتوني في لامسون هادشي اللي وقع لي انا صيدتي بكاميرا خفيه كاميرا خفيه واو برافو هو قال لي صباط في الديامون رجع لي صباط الديامون هذا قال لك صباطو ما بقيتوش الا كان انت قلت لي صباطي قبيله واه تشابه ليا راه شي بغا داك الصباط انا باغي صباط ديامان الله يرحمك فوالا صباط ديامان فوالا ميرسي رمضان مبارك سعيد كنتمناوه للجميع والمغاربه فين ما كانوا الحلاوات كيشرفوا البلاد والرياض المغرب دائما في السماء العليا وتصفيقات حره على هاد الشباب هادو